ولنقاش المستجدات الأخيرة في المشهد الليبي ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي نعيم العشيبي. وأهلا بك سيد نعيم. أهلا وسهلا بك. كان المجلس الأعلى للدولة اتهم البرلمان بتجاوز الاتفاق السياسي وتفرد بإصدار القوانين، إلى أي مدى نحن الآن أمام انقسام سياسي جديد في ليبيا؟ حقيقة اليوم عند متابعتنا للمشهد الليبي يتضح جليا أمامنا أنه لا أمل يلوح في الأفق لتوافق مستقبلي في ليبيا للأسف الشديد، أو لمستقبل قريب. عندما نجد لجنة حوار جنيف، لجنة 75، نجد أنها فشلت فشلا ذريعا من خلال لجنة الإجراءات القانونية في وضع قانون حقيقي أو سليم للانتخابات. أساس الصراع يترتب حول الانتخابات الرئاسية بالدرجة الأولى. الانتخابات الرئاسية يراها يعني حتى نكون واضحين اليوم، نعم، موجود لدينا انقسام حقيقي بين الشرق والغرب. الجهة السياسية التي في الشرق تؤيد الانتخابات الرئاسية لأن لديها طموح حقيقي في أن شخصيات بارزة سيكون لها النصيب الأوفر في هذه في الرئاسة، في حين أن الغرب يتخوف جدا من هذا الأمر. وبالتالي الغرب يرون بانتخابات برلمانية في إلى وتأجيل الانتخابات الرئاسية، بعكس ما يراه كيف ما تقول البرلمان في أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية. عندما عجزت لجنة 75 عن وضع هذا القانون بسبب الخلاف الحاد بين الفرقاء أو بين المتحاورين في لجنة جنيف، لجنة 75، تبنى من مؤتمر برلمان مجلس النواب طبرق، تبنى وضع قانون الانتخاب كونه برلماني ورئاسي، وهذا ما عرضه المجلس الأعلى للدولة، بالطبيعي تعرضه الجهة السياسية في غرب ليبيا. نعم، كانت منظمة الأمم المتحدة وصفت حكومة دبيبة بأنها ضعيفة. أين ظهرت ملامح ضعف حكومة دبيبة، وهل يمكن سحب الثقة منها؟ صراحة وهذا ما يرد كثيرا من كثير من السياسيين، من كثير وقد أبدى به عديد من أعضاء مجلس النواب. يبدو بأن هناك سيكون يعني ربما سيعمل على سحب ثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتنشأ حكومة تسيير أعمال لمدة عامين. العمل على ذلك لا ينكره مجلس النواب بأنه جار على قدم وساق. حكومة دبيبة الضعف الذي أبدته هي عجزت ربما عن توفير أو توافق بين الجهات السياسية، تحديدا شرق ليبيا برقة، إضافة إلى أنها يعني عدم إعطاء الميزانية إلى الآن، إضافة إلى الوعود التي أطلقتها الحكومة ولم تنفذ منها شيئا، كلها عبارة عن العديد من العراقيل التي يعني تواجهها هذه الحكومة، وبالتالي توصف بالضعف. عندما نرى المجتمع الدولي في حثه على الانتخابات وضرورة إنشائها في موعدها، صراحة هذا الأمر لا يتطابق مع الواقع الليبي اليوم. الواقع الليبي اليوم يؤكد لنا يعني كان قانون الانتخاب لم يفعل أو لم يوضع إلى الآن، وأنت أمام استحقاق يوم 24/12 ولم يفعل هذا القانون إلى الآن، فمتى سيكون؟ بالتالي تأجيل العملية بدأ يبدو واضحا، وربما مسار الانقسام بدأت تتضح معالمه أكثر من ذي قبل. بالحديث عن هذا الانقسام أستاذ نعيم، كان هنالك ترويج دولي أو ترحيب دولي بالمصالحة الوطنية التي تم الإعلان عنها في الأيام الماضية، وربما اتفاق الأطراف الليبية على إجراء هذه الانتخابات. إلى أي مدى يعد الوقت مناسب لإلغائها أو تأجيلها أو سحب الثقة من الحكومة قبل 100 يوم؟ لماذا لم يكن هذا القرار من قبل؟ هو صراحة حتى نكون يعني المصالحة الوطنية لا زالت هشة في ليبيا، ولا توجد حتى يعني إرادة حقيقية، برغم من أن رأينا يعني عناصر من النظام السابق يعني حكمت أو أخذوا أحكاما بالبراءة وتم إطلاق سراحهم، ولكن لنعلم أن هذا الإطلاق ربما يكون مشروط من جهة سياسية أو من جهات سياسية لكسب مواقف دون أخرى. فبالتالي العمل في ليبيا اليوم للأسف، الجهات السياسية التي تعمل في ليبيا اليوم
هي تعمل لتغريس او لتكريس يعني شده التجاذب بين الاطراف، وبالتالي الكل يريد ان يجذب يعني توجه او يجذب جهه في صفه لكي يقوى على الاخر. هذه ما لم يتم هناك يعني دعم دولي حقيقي لوضع حاله من الاستقرار في ليبيا، فهذا يعني لن نراه في المستقبل القريب في ليبيا للاسف الشديد. المبعوث الأممي إلى ليبيا تحدث صراحة بأن إجهاض الانتخابات سيكون إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة. كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ وإلى أي مدى المجتمع الدولي سيدعم خيار تأجيل الانتخابات؟ نحن لم نرى من المجتمع الدولي حقيقة إلا تصريحات بضرورة الانتخابات، ولكن لم نرى ردة فعل عملية أو تحرك عملي لترسيخ هذا الامر والزام هذا الامر بان يعني كيف ما تقول يكون حث حقيقي في هذا الامر. فبالتالي هو المشهد اقرب حسب التصريحات التي ربما تنقل عن بعض السفراء الدول الكبرى بان سيناريو الانقسام بدات كما ذكرت لك ملامحه تكثر او توضح شيئا فشيئا، وهذا الامر قد يقود ليبيا ربما الى انزلاق لحاله الحرب، وان كان اليوم الشعب الليبي صراحه مل من حاله الصراع يعني المسلح، ولكن للأسف يعني قد تكون يعني نحن نعرف المرتزقة من كل الأطراف، ونحن نعرف الحرب بالوكالة اليوم في ليبيا، فصراحة السيناريو الليبي قد يصعب حتى التكهن به أو التنبؤ بأحداثه لأنه ذات أحداث متسارعة ومتتالية ومتقلبة في نفس الوقت. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي نعيم العشيبي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.